بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة KG2 ومنهج كونكت. منهج كونكت النهاردة معانا كونكت بلس، وهنتكلم فيه عن أهم الكلمات، والكلمات دي مهمة بالنسبة للكونكت وكونكت بلس كمان. ترانسبورت اللي هي وسائل المواصلات. أنا برشح جدا إن الطالب أو الطالبة يذاكر الكلمات من غير ما نقول الترجمة باللغة العربية، يعني بنديها لهم على هيئة صور أو بنشاور لهم على حاجة لو في إمكاننا اللي احنا نشاور عليها. نمبر 1 car. ونعلمه على طول لما تيجي تشاور على حاجة تقول it is، حاجة مفرد أو حاجة واحدة بس هنقول it is، ونحط قبلها a مؤقتا نقول لهم a، وبعدين ناخد الجرامر إن شاء الله. It's a car. Number 2 bus. والباص ده موجود فين او اكتر حاجة بنستخدمها فيه مع الطالب والطالبة لما بيروحوا school، go to school، بيقول I go to school by bus. برضو لو شاورنا عليها نقول ايه it's a bus او it's a bus. Number 3 بايك. دراجة، وممكن نقولها بايسكل، والاتنين لازم يحفظهم، بايسكل. وكمان معانا الفروتس، فاكهة. أنواع الفواكه اللي عندنا أبل. بانانا. ولو عايزينه يحفظها رايتنج هتبقى سهلة جدا، هنقول بي وخليه فاكر ليدر بي في الأول، A-N-A، كأننا بنكررها A-N-A-N-A وقبليهم ليدر بي، بانانا. والأحسن طبعا اللي احنا نعلمه الجولي فونكس عشان يعرف يقرأ ويكتب لوحده، بانانا. وكمان معايا ستروبري. والمفروض كلمة فروت فاكهة دي تتحفظ writing fruit. okay. نكمل، ودلوقتي هناخد الأعمار. ازاي؟ اول حاجة النون الصغنن اسمه ايه؟ بيبي. لما الطفل يكون صغير، مش طفل، البيبي او النون الصغير، هنقول للطفل كده النون الصغير بيبي. ونعلمه اللي ده اللي لسه مولود لحد الفترة اللي قبل ما يدخل فيها المدرسة، ولو كبر شوية او نقول لهم ده قدكم كده فهنقول ايه child. نمبر 3 هنعلم الطفل الإنسان البالغ أو الكبير ده إزاي؟ هنقوله اللي ده زي التيتشر أو الماس بتاعتك، الماستر، الدكتور، أي حد كبير وبيقدر يشتغل فإحنا بنقول عليه adult. ونعلمها له بالترتيب أكتر من مرة، baby، child، adult، كده بالترتيب. الإنسان اتولد صغير، بقى كان اسم اول ما اتولد اسمه بيبي. كبر شوية child. وبعدين لما كبر وقدر يعتمد على نفسه adult. كل شوية نكررها كده قدام الطفل هيحفظها، baby child adult. ودلوقتي احنا عايزين نعلم الطالب قدامنا الكالر. انا هكتفي في الحلقة دي بس او في الفيديو ده ب 3 colors. ايه هما؟ red. ولما اجي اشاور على حاجة لونها كذا فبقول it's. هنا بنتعلم point to، يعني شاور. هشاور على الاحمر واقول عليه ايه؟ لو انا بسأل حد بقول له what's this. It's a red.
It's a red أو it's red. Red, red, red. Green, 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 green. Blue, blue, blue. The blue, green, red. Repeat after me. Red, red, red. Red, red, red. Green, green, green. Blue, blue, blue. طب أنا دلوقتي قدامي سيارة، قدامي car. أنا اتلخبطت اهو، قلت باللغة العربية. أنا قدامي car. الكار دي هعمل لها color وهبتدي أسأل دلوقتي إيه هو الكالور ده، أو بسأل what's that إيه دي، هيبقى الرد عليا إيه. يلا سمعاكو، برافو عليكو. It's لازم نقول it's. It's a green car. It's a green car. It's a green car. It's a green car. يبقى اتعلمنا حاجة، اللي أنا لما باجي أشاور على أي شيء بقول it's a. It's a green car. ده أنا هنا لما دمجت معاها الكالور، الشيب بالكالور. طيب دي ايه اللي قدامنا؟ ابل. برافو عليكوا شاطرين. ابل، 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 ابل. هنقولها ازاي لما اجي اشاور عليها؟ هقول انا هسال دلوقتي واتس ذس، واتس ذس. اتس ا ريد ابل. ا ريد ولا اي؟ دي بلاش تاخدوها دلوقتي عشان عندنا ابل. هنقول هنا، هنقول a red apple، إنها a red apple. خلاص هكملها a red apple. لكن لو أنا ما جبتش كلمة a red هقول an apple، ودي محتاجة شرح شوية. لكن هنا بنقول it's a red apple، إنها تفاحة حمراء. it's a red apple وصفتها. طب وإحنا كمان كان عندنا جمل، لو الجمل مثلا لونه أزرق هنقول إيه؟ أو لونه blue. it's a blue camel. it's a blue camel. زي الكامل اللي أنا هوريه لكم دلوقتي، شايفين ده؟ It's a blue camel. It's a blue camel. طب نشوف الكار. It's a red car. It's a red car. الأورنج، الأورنج في الفش. It's an orange. It's an orange fish. An orange fish. ليه؟ عشان orange ابتدت بالأو، ودي برضو مش هدخل لكم فيها في تفاصيل. وأتمنى إن المعلومات تكون بسيطة وسهلة، وما تنسوش لايك أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.